إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زيد سعيد نلتقي بكم في حلقة جديدة اللي غادي نسلطوا فيها الضوء على بعض الناس اللي كانوا كيأتوا فضاء ساحة جامع الفناء. كل واحد منهم كان بشكله وبطريقته في صناعة الفرجة والساحة طبعا. وهاد الناس اللي كانوا كينشطوا فضاء جامع الفناء كتار، غادي نسرد لكم لبعض منهم في هذه الحلقة. وقبل ما نسردهم كيراودني واحد السؤال، علاش تراجع الإقبال على الحلقة نتيجة للتطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي، أم أنه رجع لضعف المادة المقدمة، أم أن زمن الحلقة بدا كيتقهقر بعدما رحل جيل الرواد؟ كيبقى السؤال معلق. المهم أننا غادي نبداو بأحد الناس اللي كانوا كيديروا الحلقة ديالهم، بحال مثلا الفقيه السعيد. قيس سعياد كان كيدير الحلقة في ساحة جامع الفناء، كيشرح الدروس الدينية بطريقة بيداغوجية مبسطة وسهلة بصوت قوي باش يوصل للناس البسطاء والصناعية والناس اللي علاقته، وقليل ما كيتهافت على طلب المقابل من الناس. كان كيقدر الناس اللي كيوقفوا قدامه وكيقدم لهم النصائح، وكان كيعلم الناس في الحلقة طريقة الوضوء والصلاة، وكان كيأتي هذا الدور داخل الحلقة، تغمده الله برحمته الواسعة. ثانيا، في الحقبة ديال الاستعمار الفرنسي كان الخمر كيتباع علنا، وفي هذا الباب هذا تم الغناء الشعبي بالساحة بهذا الأفادي وبالمخاطر ديالها. كان واحد الشيخ ضارير كيجلس حدا كافي فرنس وكينشد، من بين ما كان كينشد كيقول سيد العربي صراحه ضعيف الحسن من دكان نبو خفيف والمول، من كان تاجر وافي عليه بقعد لك كان كيسكن في التوديات يشرب الشراب العافي وحده قرانات عسيابي دائما الله يرحمه بليسه رحمه الله. كيجلس مع ثالثا والبسكليته ديالو حداه، كان كيعزف على السنتير بطريقه خاصه، بحيث كان اليد ديال السنتير اي او لامونش مغرفة، الشيء اللي كيخليه كيعرف غير هو اللي يعزف على السنتير بوحده، في حينينا الى جا كاع شي واحد خدا السنتير ديالو ما كيعرفش يعزف به نهائيا. الله يرحمه، الله يرحم سيدي محمد ويوسع عليه. رابعا، هاد السيد اللي الصورة ديالو قدامكم ما كنعرفش الاسم ديالو شخصيا، لكن كانوا كيلقبوه بقاهر الزواحف. كان قوي البنية، كان صوتو مبحوح، كانت الحلقة ديالو مقززة وكتبات على النفور، حيت صعيب تبع العروض ديالو. كان كيوضع العقارب فمو كيفتح فم التعابين وكيمرر نيبانها على الجبين ديالو حتى تيسيل الدم. في ايامه الاخيرة كيتحكى انه تم المنع ديالو من استمرار في تنشيط الحلقة بهذا الطريقة وبهذا العروض اللي كان كيقدم، لأنه في الحقيقة نيت كان باشع هذاك الشيء شوية. ومن أدواره المقززة كيجعل الفرخ ديال الحمام فارس الصقر من الصقور اللي في الصندوق دياله، وأحيانا كان كيردد الله حي الله حي، وكيبدا كيشطح على الدجاج من النوادر اللي كتحكى وقعت ليه في الحلقة دياله. كيتحكى باللي بعض الشباب جابوا عقربة واستبدلوها ليه بالعقارب اللي عنده، ومن اللي وضحها من اللي درى على الجابين ديالو لساعته وصاح وماشي ديالي وماشي ديالي. الله يرحمه ويسع عليه ويرحمهم جميعا ويسمح لنا منهم. بهذا القدر غادي نكتفيو ولا نعود لموضوع ان شاء الله تعالى. محبتي وتقديري للجميع وبشركم بركه.